منعوك المنى، يعني تحدثت عن خان يونس وتحدثت عن القصف المستمر وتحدثت عن الأوضاع هناك، ولكن الأخبار أيضا المتعلقة بقصف المنازل القريبة من المستشفيات التي أصلا أصبحت لا تستطيع تقديم الخدمة، لو توضحين لنا بهذا الأمر في عجالة. نعم، لو تعيدي السؤال مرة أخرى زميلتي، علما بأنه الآن يعني بعد قصف ربما سمعناه قبل ثواني قبل أن أكون معك الآن، بعد هذا القصف القريب الذي سمعناه، ها هي سيارات الإسعاف تتحرك على عجالة لمتابعة مكان القصف. ربما نعم، الآن نحن نرى سحب الدخان في منطقة قريبة من مستشفى ناصر الطبي في منطقة خان يونس. ها هي على ما يبدو بأنه مكان القصف هو مكان قريب من المستشفى، وسيارات الإسعاف هرعت إلى المكان مباشرة، فيما يبدو بأنه استهداف جديد لأحد المنازل. نتمنى بأن لا تكون مأهولة بالسكان، لكنه انفجار عنيف، وها نحن نشهد تحركا سريعا آخر لسيارات الإسعاف نحو المنطقة المستهدفة، وهي كما أشرت قريبة لمستشفى ناصر الطبي. وكما رأينا ربما سحب الدخان هي كانت واضحة في كادرنا هذا. أعود إليك لو أمكن أن يعني توجهي سؤالك مرة أخرى لأني لم أسمع جيدا. منى، الصورة حقيقة أجابت عن السؤال، يعني هذه الصورة التي نقلتها لنا مباشرة أجابت عن السؤال التي طرحته. كنت أسألك عن استهداف المناطق القريبة من المستشفيات ومدى تعرض المستشفيات لهذه الأضرار البالغة نتيجة قصف أماكن بجوارها ومجمعات سكنية بجوارها. هذه صورة مباشرة إذن نستعرضها معا من خان يونس في جنوب القطاع، ومباشرة تتصاعد أعمدة الدخان، وكانت هناك حالة من حالات القصف المستمرة بوتيرة متسارعة على حي سكني أو مبنى في قريب من مستشفى ناصر بخان يونس، وهي إحدى المستشفيات القليلة جدا التي تستمر في تقديم الخدمة إلى المصابين والجرحى في خان يونس. سيارات الإسعاف إذن هرعت إلى مكان هذا المبنى أو هذا المجمع السكني الذي استهدف. حتى الآن لم نعلم إذا كان مكتظ بالسكان أم لا، ولكن على ما يبدو أن هناك حالة من الطوارئ والسرعة في التعامل مع الأمر. هذا ربما يأتي في إطار استهداف المستشفيات أيضا. نعم، هذا صحيح. يعني عمليا المستشفيات في قطاع غزة هي مستهدفة بشكل مباشر ومستهدفة بشكل غير مباشر، لا يوجد مكان آمن كما كنا قد أسلفنا في معظم تغطياتنا. عمليا 22 مستشفى خرجت عن نطاق أو تضررت عمليا بفعل القصف المقريب منها، وبالتالي يعني أصبحت لا تعمل بكفاءتها الكاملة، بالإضافة إلى عدد كبير من المستشفيات التي خرجت عن الخدمة بشكل كامل نتيجة الاستهداف المباشر لتلك المستشفيات. ونذكر هنا، دعيني نذكر هنا أن المشاهدين الكرام بأنه في مستشفيات القطاع الآن ليست بس يعني تقتصر عملها على استقبال الحالات التي المصابة أو حالات الإصابة والجثامين وما إلى ذلك، لكنها تعمل إلى جانب هذا الأمر على استقبال الحالات المرضية العادية الطارئة، بالإضافة إلى أنها أصبحت يعني باحاتها أصبحت مأوى للكثير الآلاف ربما من السكان الذين لم يجدوا لأنفسهم مأوى، وبالتالي أيضا الصحفيين الفلسطينيين يحاولون أن يحتموا بالمستشفيات، والمستشفيات العاملة الآن هي مستشفيات محدودة جدا. مستشفى ناصر هنا في مدينة خان يونس، مستشفى الشفاء في وسط مدينة غزة، بالإضافة إلى مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة الذي أصبح تقريبا خال من السكان. وهذه المستشفيات عمليا التي تعمل الآن في ظل هذه الظروف الطارئة. ولكن يعني هذا ربما ما يدفع الجميع هنا يتحدث عن ضرورة أن يرى المجتمع الدولي ما يحدث الآن. صحيح.